كل الأطباء في النهاية عندهم هدف واحد اللي هو مساعدة وخدمة المريض. رايحين؟ رايحين عندنا مؤتمر في أبوظبي. خلاص طالما الحين بدينا مشروع الروبوت كل شيء صار روبوتي. مؤتمرنا هذا مؤتمر روبوتي، تدريبنا السابق كان تدريب روبوتي، حياتنا كلها صارت روبوت بروبوت. الله يستر. It's fine. You found it. I got it here. أساس تكون في مسافة تصور. يم بعض ماكو. فقلت على قلب إن الممر. ما نقول ستة ينظفونه ويحطونه ويعدلونه وتعديل. ساعة كم؟ يحطونه تقول له. تحت ايدي حتى ما قاموا يحطونهم بالتلفزيون يعني. قبل احنا صغار طول الوقت شغالين فتحفظ الاوبريت. الحين ماكو ما يحطونهم، او يمكن الناس ما عندها اهتمام، ما عاد عندها اهتمام تشوف اشياء قديمه. حتى أنت يا بروتوس. صدق أنا رايح مونتريال. صدق؟ كمل معي خلص إن شاء الله. عنده محل سكراب شوب. سكراب شوب يبيع سكرابز ووايت كوت وأشياء حق الأطباء. بس the interesting thing على عكس باقي المحلات اللي تبيع سكرابز، هو يسوي his own scrub. يعني هو راح تركيا وجرب ماتيريال مختلف وسوى قصة معينة، فيعني عنده ماركته وهو بروحه. خوش ماركة ماتيريال أو الخامة مالت السكرب ممتازة. الحمد لله على السلامة. شانك؟ والله رحلة متعبة. أنا زين بس رحلة متعبة صراحة. هذا أنت؟ بس لأنه ما عندي كيف يحكوا لك ماشينز عشان نسوي تسجيل يكون الصوت واضح. هذا كله على الموبايل تسجيل. عندك ساوند كلاود؟ كيف عن ساوند كلاود؟ هذا زي شفت اليوتيوب بس للميوزك. لازم تعمل لك ساوند كلاود. انا احس ان المهم ان انا يكون لي هدف. الكثير من الناس ما يحس انه هو غير مهم كشخص وما عنده هدف بالحياة. بس والله برافو يا غي. بس يعني منحاول لا تيأس ابدا. مؤمن ان محاولتك للوصول للهدف حتى لو ما وصلت له فيه لذة كبيرة. يعني خل اقول لك، انت الحين بامكانك ان تقدم اعمالك للعالم كله. نجحت او ما نجحت مو مهم، ولكن انا قاعد اترس يومي بالعمل للمحاولة للوصول لهذا الهدف عن طريق الانترنت. بس المشكلة إيه؟ ما في حدا مثلا يدعم شوي شوي مثلاً شوي شوي معين. وانت بيني وبينك لابد، خاصة اذا كان هدف صعب، انت لا تحط هدف سهل انه حدا يشوفك يسمع فيك. يعني لا تيأس يا غي. انا مش ياسان. وبعدين انت قلت لي بطلت. صعب طويل الامد يحتاج لكثير من العمل، فكونك انت قاعد تعمل وتعمل وتعمل للوصول لهذا الهدف، هذا بحد ذاته فيه لذة. لا لابد تدور لك مكان. مبدئيا لانه ما في عندي. لازم 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 بدي اجي ابو ظبي المره الجايه علشانك. كثير من المحاضرات والمعلومات لتشجيع وتحفيز الجراحين على استعمال الفتحات الصغيرة. وليد أبو خضير من
أكفأ وأمهر الجراحين في منطقة الخليج، في يشتغل في جدة، لا حد يأذيني ويقول لي وين أروح. هذا أنت الحين عرفت وين تروحون. حبيبي حبيبي حبيبي، ولو ولو ولو. نبتدي في استعمال الروبوت في جراحة القلب. دكتور جمال الفضل رئيس القسم شاف إنه من الأفضل إن إحنا يكون لنا تمثيل هنا، وإن أحضر هذا المؤتمر على أساس إن أكتسب أكبر قدر ممكن من المعلومات، أختلط بجراحين عندهم خبرة باستعمال الروبوت على أساس إن نتعلم منهم. آخر خلينا نقول التريكس اللي تسهل عملية الروبوت وتساعد المريض انه يطلع من العملية بأقل قدر ممكن من الألم ومن المضاعفات. فأتخيل النتيجة النهائية وبعدين أرجع وأمشي، يعني أنت فاهم علي؟ يعني أنا أحط روحي كني أنا قاعد طالع فيديو، أجدمه ورده، وجدمه وطالع، أوكي إذا سويت كذي راح يصير كذي، زين لا تسوي كذي. طبعا هذا الفيجن هذا ييك من الخبرة، جزء منه خبرة وجزء منه ملكة، بس هم الخبرة لها عامل مهم. فبالعملية أنا أحاول أشوف النتيجة النهائية، ويووك باكوردز من النتيجة النهائية، تشوف شنو الخطوات اللي توصلك حق هالمكان. واحدة تقول إن هي ما درست طب، درست شيء ثاني، بالرغم من إن هي عندها اهتمام في الطب وودها، بالرغم إن هي خلصت جامعة ومتزوجة وعندها عيال، تبي تاخذ قرض علشان ترجع وتدرس طب. فقالت لي شنو رأيك، بعض الأطباء يقولون إنه ما يسوى. أنا كان ممكن إن أقول أوكي ما يسوى، ولكن هي اختمت المسج مالها وقالت إن أنا حلم حياتي إن أنا أصير طبيب. جوابي لها كان هذيلي اللي قالوا لك إن ما يسوى ما كان حلم حياتهم إن يصيرون أطباء، أنت بالمقابل حلم حياتك إن تصيرين طبيب. فمتى ما صرتي طبيبة اللذة اللي راح تحسينها وتحصلينها من ان انت وصلتي للهدف وحققتي حلم حياتك يختلف عن الاحساس والشعور اللي يحسه الشخص اللي كان مثلا التخصص او المجال مجبور عليه. امي وابوي قالوا لي سو وانا سويته، انا شاطر وما لقيت شيء ثاني سويت طب، عرفت شلون؟ فهذيل الناس صحيح قد لا يتلقون أو يأخذون سعادة كونهم صاروا أطباء، ولكن الإنسان اللي عنده حلم ويحاول أن يبذل قدر استطاعته للوصول لهذا الحلم راح يحصل قدر كبير من السعادة متى ما وصل لهذا الحلم.